السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو ميداني جديد. إذا كنت لا تزال لم تشترك في القناة أرجو منك أن تشترك وتدعمني وتشجعني. إذا كانت تهمك هذه الفيديوهات، اليوم فيديو جديد عن الران وطينة الحكمة. انظروا إلى هذه الطينة التي كانت تغلق هذا الران. هذا عبارة كان مغلق بهذه النوع من الجبس. آسف على صوت الرياح، آسف جدا جدا. انظروا إلى هذه نوع من الطين. انظر كيف صلب ولا بهش. انظر كيف كانه مخلوط بمادة زجاجية، لأن فيه نوع من البريق. انظر كيف هو كان هذا الجرم كان مغلق به. انظر كيف كانت الصخرة مغلقة كاملة غير كان هنا. هو نوع من الجبس كان يغلق هذا اعتذر عن الرياح، آسف جدا جدا. انظر كيف هو شكله، انظر الى الطين كيف يغلق. كيف هو، انظر كيف كان هكذا. كانت هنا عبارة عن خبيئة ومغلق الطينة، نوع من الطين لا أدري كيف صنع، هم يعرفون تركيبته. الرياح، دمتم في رعاية الله وحفظه. إذا أعجبكم الفيديو ادعمونا باللايك والاشتراك. انتظروني إلى الفيديو القادم إن شاء الله.